اجتماع أربيل. إذن اليوم خلص إلى حكومة وبعد ذلك حل البرلمان وبعد ذلك إجراء انتخابات. هناك من يشكك بهذه الخطوات وإمكانية نجاحها ويتحدث عن إنهاء عمل البرلمان، حل البرلمان وبعد ذلك انتخابات جديدة، حكومة مؤقتة تصرف أعمال تبقى هاي الحكومة وبعد ذلك انتخابات جديدة ليأتي برلمان جديد وتتشكل الحكومة. يعني أي وجهتي النظر باعتقادك هي المرجحة وفق المشهد والخارطة السياسية الحالية؟ نعم أكيد المسار السياسي الذي تسير به العملية السياسية هو يذهب في إطار مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها السيد رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي، والتي أشارت في جلستين أن هنالك اتفاق بين القوى السياسية العراقية حول الانتخابات المبكرة، لكن بالمقابل تفاصيل ووضع خارطة الطريق هو يرتبط باللجنة الفنية والسياسية التي شكلت من قبل القوى السياسية العراقية التي شاركت في مبادرة الحوار الوطني في الجلسة الأولى والثانية، وهذا بالتالي ما جعل كذلك بالمقابل تغريدة السيد مقتدى الصدر التي أشار بها إلى خارطة الطريق التي يرى فيها التيار الصدري إنها المسار الأساسي للانتخابات المبكرة، والتي دعا بها إلى أن تبقى الحكومة حكومة تصريف الأعمال في أن تقوم هي بإدارة الانتخابات، وكذلك بقاء السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، وكذلك بقاء السيد رئيس وزراء في إدارته وإشرافه للانتخابات لما نجحت به الحكومة طبعا في الانتخابات التي جرت قبل 9 أشهر، وهذا بالتالي ما جعل التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر يدعم هذا الاتجاه. لكن تبقى كذلك بالمقابل مسار الخارطة النهائية هي مسار الحوار الفني والسياسي الذي يجري من بين اللجنة التي شكلت، ولابد أنها عقدت اجتماع أولا وستعقد كذلك اجتماعات متتالية إلى أن تصل إلى صيغة نهائية لخارطة تقدمها مرة أخرى إلى القوى السياسية في يعني جلسات الحوار الوطني، وهذا بالتالي ما يتم اتخاذه. وبالتالي القوى السياسية العراقية إن كان السيد رئيس مجلس النواب ولقائي بالسيد مسعود البرزاني وكذلك بالمقابل القيادة السياسية في إقليم كردستان يدل إلى أن هنالك حراكا بين القوى السياسية العراقية وكذلك القوى السياسية العراقية وتحركات السيد رئيس وزراء وكذلك الرئاسات الثلاثة والسيد رئيس الجمهورية. في هذا الإطار كلها تدور في إطار الوصول إلى حل لهذا الانسداد ووضع خارطة الطريق.